عندك نشوف الوضعية المطلب ديالنا اليوم هو يكون عن السلطة والوالد المدينة كل صراع اللي ماشي الناس كمان المنبر باش ينقض الفارغ لأنه هو كيقول بعيد عن كل بعد الرياضة ولأن الرياضة هي قطرة التنمية البشرية. اليوم سينا بصوت واحد شعار واحد بقلب واحد كلمة واحدة هو نقضوا فارغ اتحاد طنجة. حنا الحمد لله ماشي محزبين وماشي حركيين وماشي بأننا أنا ما طلقنا فلوس ولا بوست ولا ماشي منصب. احنا الهدف ديالنا هو الفريق ديالنا هو فريق اتحاد طنجة يقول تطلعوا على الجماهير. ماشي معقول احسن جمهور اللي كنقولوا وكنتحمل المسؤوليه ديال احسن جمهور في المغرب ويتحرف. حنا الشباب اليوم اللي تجمع هنايا تجمع علاش؟ قصد الملاعب قصد المركبات اللي عندنا في المدينه ما بغاش يمشي المخدرات ما مشاش الملاهي ما مشاش التسكعات قصد ملاعب ولكن السلطه ما بغاتش الناس ما بغاتش الشباب يقصد الملعب بغات يقصد شي حاجه اخرى. حنا اليوم ان شاء الله بصوت واحد وشعار واحد بان اليوم كنقولوها من هنا من ماضي المنبر بان اليوم يوم الاربعاء 11 يناير ماشي غدا ان شاء الله في الصباح باش يعطيو رساله للوالي المطالب ديالنا هو انقاذ فريق اتحاد طنجه. اذا ما كانش هاد المطالب من المنبر كنقولوها يوم الاربعاء اللي ماشي غير نصعد الوضعيه باش تكون وقف احتجاجيه اخرى فرق الولايه الاخوان. وحنا اذا ان شاء الله باذن الله واذا نجحت هاد الوقفه ماشي نسكو وقفت اخرى وشكرا الدراري.